عايدة طمنت عليه؟ تأكدت إنه لسه عايش ما ماتش؟ زي ما يكون الموت مكتوب على عيالنا بس. احمد ربنا، لو كان مات لا قدر الله كنت هتقضي بقية عمرك في السجن. حامد وشاكره على طول من قبل ما اشوفك. احمديه انت انه ما ماتش. ياسين ما رضاش يقول للظابط ان انت اللي ضربت عليه نار. عمل حساب العشرة. وانا لولاش عامل حساب اللي قلت عليه ده كنت طوعت شطاني وخلصت عليه. انت عايز ايه يا بابا؟ اللي عاوزه قلته. الافندي بتاعك ده هو اللي ما سمعش الكلام، قال انك باقي على عشرتك معاه وهو ده اللي مقوي قلبه. يا بابا، باقي على عشرتي معاه. وعلى فكره ده مش خيانه ليك ولا لعلي. علي نفسه الله يرحمه لو كان لسه عايش كان هيقولك الكلام ده. بس علي مات يا عايدة. علي مات واللي قتله اخو الرجل اللي انت راضيه تعيشي معاه واللي بتنامي جاره على سرير واحد وموافقه يفضل جوزك. هي دي مشكلتك مش كده؟ ان انا بنت عرض عورة بعد كل اللي حصل ده برضو مش عارف تخرج برا الحكاية دي؟ لا، اللي ما قدرش يطلع بين قصة وادي وبت يبقى انتي مش انا. انا لما حكمت اللي حكمت بيه عليكي حكمت بيه على اخوكي. ما فرقتش بين وادي وبت. حكم ظالم. اخرس يا بنت. ما يرضيش ربنا يا بنت. اخرس بقول لك. واللي احنا فيه ده يرضي ربنا؟ لا، ما يرضيش ربنا يا بابا. بس مش معناه ان احنا نحرق كل حاجه في وشنا عشان انت مش قادر تستحمل النار اللي جواك.